ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمين. قال الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلوم وعلوم الصالحين، أمين، كتاب الهبة وفضها والتحريض عليها. قال الإمام رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الكويسي، هو من سقاط الأثبات. قال حدثنا ابن أبي حازم، من ابن أبي حازم؟ عبد العزيز وابو حازم من؟ عبد العزيز بن ابي حازم سلمة بن دينار. ماشي، عبد العزيز بن حازم من ثقات الاثبات. قال عن ابيه وهو سلمة، نعم، سلمة بن دينار، تفضل. عن يزيد بن رومان ومن ثقات الاثبات. عن عروة الفقيه المحدث ومن الفقهاء السبعة تقيا نقيا، كان صواما قواما. عن عائشة رضي الله عنها، وهو من أثبت الناس في عائشة، قدم بعضهم محمد بن القاسم عليه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها، ورعائشة سيدة نساء العالمين، أروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، وهي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عروة رضي الله عنه ورحمه ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر الماء، إلا أنهم قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فسقينا. هنا نعم، هنا ايضا فيها المسائل المهمه التي نتكلم فيها، التهادي والمتاحفه ولو باليسير، لان هذه تكسر الوحشه وغر الصدور ووحرة الصدر، وايضا تؤلف بين القلوب وتحقق مقصد عظيم من مقاصد الشريعه، وهي تالف القلوب. قال الله تعالى والف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، لا سيما المقصد أيضا من مقاصد الشريعة حسم مادة الفساد، فساد ذات البين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، طبعا تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا، قلنا أن تهادوا هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحابوا الحديث وان كان في ضعف، لكن المعنى صحيح. عبد الله بن سلام قال اول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه ونظرت الى وجهي علمت ان وجهي وليس وجه كذاب، وكان اول ما قال اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام. وهذا كله اطعام الطعام وايضا افشاء السلام كله لتاليف القلوب، المساله دائره على تاليف القلوب. ايضا الحديث الأول بين أنه لا تمنعن جارة جارتها إيش، قال ولو بفرس شاه، يعني تتحفها بمثل ذلك بالكوارع وتكسر المرقة، كما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود أبي موسى الأشعري، هذا من أجل تعرف القلوب، لا سيما أن الجار له مكانة. في الحديث الثاني حديث عظيم جدا، بأن عائشة تقول بأن بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم تسع بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، يمر الشهر والشهران يمر الأهلة ثلاثة ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. انظر أخي الكريم كيف حال سيد البشر أجمعين، لا خطأ، سيد الخلق أجمعين، كما قال ابن عباس والذي نفسي بيدي ما خلق الله وما برأ وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يمر الشهر والشهران على النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقد نار، ما في لحم. ولذلك النبي كان صائم ولما ورد البرمة أفطر، يعني كان صائما دخل وجد البرمة على النار فقال لعائشة رضي الله عنها كنت صائما قربي الطعام، ما في لحم، هو بيحب اللحم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأحب إليه هو ذراع الشاة، فقال فلما قال قربي الطعام قدمت الزيت والخل على العادة، قال لها ألم أرى البرمة على لا لا هو أنا فطرت ليه إلا عشان اللحم، ألم أرى البرمة على النار، عليكم السلام ورحمة الله، ألم أرى البرمة على النار، فقالت يا رسول الله إنه صدقة تصدق بها على بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
قد وقعت ما وقع. يعني هي لها صدقة نعم، لكن عندنا احنا لها لنا هدية. وقال تصريحا في الرواية الأخرى يا لها صدقة ولنا هدية. فلما سمع الصاحب التابعي قول عائشة رضي الله عنها تعجب، النبي وشهر وشهران ما في لا يوقد نار، ما كان الذي يعيشكم؟ يعني هنا ده السؤال عن إيش يا إبراهيم؟ قال ما الذي يعيشكم؟ هو جيزة. قال إيه اللي لا؟ إيه اللي لا ده؟ أنت لسه نايم؟ نعم، يعني القوت، الله يقول يعيشكم، ما عند ده القوت ال- 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 التبر والماء. قاتل الأسودان، الأسودان على التغليب طبعا، الأسودان على التغليب، كالأبيضان على التغليب أيضا، الأبيضان على التغليب، اللبن والإيش والماء، الأسودان التمر والماء، التمر والماء. فأقول إخوتي الكرام، فقال لما سألها ما الذي كان يعيشكم، قالت الأسودان التمر والماء. معاذ لا تكن سارقا، ما تكونش مثل الحاج الذي يسرق بالمحجن الذي كان يملكه، تدخل تسلم وتطلع من الباب الثاني. أصولي فداخل بقى عارف المداخل والمخارج. أيوة هو فبيدخل، السلام عليكم يا جماعة، أنتوا جاهزين كده؟ الحمد لله شكرا، بتاخدوا الحديث دلوقتي؟ طب بعد إذنكم، ما أنا بقى ده ليه مخارج أخرى. فهو طبعا كل أصولي لها مخرج، زي كده ما أخطأ نحوي قط. أنت لابد أن تقول القاعدة الكبرى عندنا، ما حبس أصولي قط. مش معانا معايز تفعل ذلك، الله يحفظ. هناك جماعة معينة تعبانة جدا مني، حتى ده مش كده وبس، ده دخلت في أمور تانية هتتجن. طب فين بقى منهجية؟ فين؟ لأن هم أنت أصلا مكسر لهم حاجة عالية جدا، والحاجة وإحنا أصلا في عداوة بيننا وبينهم بنكسره. إحنا بنبين يا جماعة الخير، يبقى مش ما عندوش الراجل، ما عندوش في هذا الباب. هتقول إنه لا، ده اللي بيتبناه والحق خلاص بينه، صح ولا لا؟ مش أي واحد بيتبنى شيء يبين ما عنده، كل يدعي اصلا لا تقر لهم بذاك. ده بيقول لك اصلا مفيش، ما السلف لم يتكلموا قط بالصفات، ما وصفوش ربنا باي صفه. هذه مصيبه كبرى، مصيبه تثبت ان الاطلاع الذي اوهمونا اياه غير موجود اصلا. مش الحفظ، الاطلاع الذي اوهمونا اياه غير موجود اصلا، غير موجود اصلا. وده اللي تعبهم بقى، فهم دلوقتي بيبداوا يكسروا بطرق اخرى معانا ونحن معهم. انت هتجيب التكسير، قالت التكسير الفحت احنا تحته اصلا. ما يعني المساله معاك من النهايه، معاكم لاي في اي طريق انتوا ماشيين فيه هتلاقونا قدامكم بفضل الله. لا فعلا هم ما يعرفوش عارفين يعني فحت كمان، يعني لازم نشرح لهم الفحت يعني مشكله. فالغرض المقصود، هذا سيد الخلق اجمعين، يمر الشهر والشهران، أهل ثلاثة ما في إلا الأسودان، التمر والماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت ليس فيه تمر أهله إيش؟ أهله جياع. فالحاصل قالت عائشة، وهو ده الشاهد الذي أتى به البخاري، فقالت عائشة رضي الله عنها، يعني إحنا نعم كنا نعيش، إلا أنه قد كان رسول الله جيران من الأنصار، كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهم منائح، هنا فيها جمع منيحة في هذا الباب. والمنائح هنا كأنها الهبات، يعني كان لهم المنائح، تقصد بأنه كانت لهم ناقة أو شاة حلوب، فهم يمنحون الشاة لحلبها. وحقيقة قال بعضهم منائح أي هدية أو أي نحلة في هذا الباب، ولكن الصحيح أنها لا تكون إلا شاة أو ناقة، أو نقول ناقة لأنه يكون أكثر لبنا. يعني الشاة يعطيها الجار لجاره ليستفيد منها الزبا، يأكلها يحلبها. أمس كنا نتكلم في محاضرات الجامعة مسألة الإيجارة، كان في فقه المعاملات نتكلم عن الإيجارة، وقلنا بأنه مسألة الحلب في هذا الباب، هل ممكن المرأة لا تردع طفلها؟ وتعرضنا لهذه المسألة، مسألة فقهية من الأهمية المكان، أنه لا يجب على المرأة أن تردع طفلها، لا يجب عليها ذلك. ولذلك
قال فإن أرضعن لكم فأتهن أجرهن، فإن شرطه فإن أرضعن لكم. طبعا هي أصلا لا تكون مجبرة على الرضاع إلا إذا كان الطفل لا يأبى أي سادي إلا سديان. وده قول جمهور أهل العلم خلافا للمالكية. الغرض المقصود نعم، قال بعضهم المنيحة عند الأربع وجهين، يعطي رجل صاحبه صلة فتكون له، وأن يمنحه ناقة أو شيئا هبة أو شاتا ينتفع بحلبها وبرها زمنا ثم يردها. والحربي قال تقول منحتك الناقة أو نحلتك الوبر أو عمتك النخلة، يعني أنت النخلة دي عاما كل منها كيفما شئت، وعمرتك الدار، لكن عمرتك الدار يدخل فيها المواريث على الرجع صحيح في هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها هبة منافع يعود بعدها مثلها. هذه المسألة العطية، العطية ثلاثة صدقة وهبة وهدية. فالصدقة معروفة أنه اليد العليا واليد السفلى في هذا الباب. قال واليد العليا هي المعطي، واليد السفلى هي الدنيا هي الأخذ. فقال نقول بأن الصدقة فيها شيء من المنة، إلا من كريم يعلم قدر الكريم، والأولى له ألا يجعلها صدقة، لأنه يعطي كريما فعليه أن يعمل إيش؟ أن يمنحه، أن يجعلها بلا منة. الصدقة فيها نوع منة. والهبة والهدية يعني كل هبة هدية والعكس، كل هبة هدية والعكس. والهدية قد يكون فيها نوع منها، الهبة لا، الهبة محضية الإكرام، أن يهبه محضية الإكرام. وهنا المنيحة تعتبر هبة وتعتبر عارية، بعضهم يقول هي عارية. العارية هي منح الجار ما ينتفع به، سواء بقى من ويمنعون المعون الملح او شيء، يعني المهم يمنحه ما ينتفع مدة ثم يرجع. سواء قلنا عارية، طب العارية لها احكام اخرى خاصة بها، قلنا عارية، قلنا هبة، قلنا منيحة، قلنا صدقة، فهي عطية من العطايا، الجار يعطي الجار. لكن هنا قالت منائح لان المنائح هبات، والهبة ما فيها منه، بل هم كانوا يكرمون النبي صلى الله عليه وسلم ويرون أن الإكرام راجع عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل المنيحة ويرده. الهدية تنزل بقى، إذا قلنا تنزل تحت الهدية، النبي صلى الله عليه وسلم من كرمه كان يقبل هدايا ويعطي يسيب عليها. ولذلك في بعض الروايات المنيحة مردودة، فهو ترك الشات عند الجار يحلب منها ما يشاء في هذا الباب. فكانت قالت لهم منائح، يعطي الناقة يعطي الشات، ويكون في أيضا يعني يكون ذبائح يعني يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم. لما خرج النبي ومعه أبو بكر وعمر وكانوا في جوع تام، فسألوا عن فلان وذهبوا إليه فوجدوا امرأته فقالت خرج يستعذب لنا الماء، يجيب لهم ماء إيش، يأتي بماء عذب في هذا. دخلوا عليه ثلاثة، وهذه فيها دلالة أنه ما دامت الخلوة ليست خلوة، تدعو على شهوة، فليست محرمة. يعني اقصد الخلطه مش الخلوه، عشان الخلوه اصلا لا تذكر الا ايه، الا في المحرم. فاذا كانت الخلطه الاختلاط لا تدعو الى شهوه جازت وما فيها شيء. حتى كان النساء يصلين مع الرجال وما في حاجز بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم. ولذلك قال النبي شر صفوف النساء ايش، اولها وخيرها، لانه ما فيش حاجز، ما فيش شيء ستار. فالخلطه التي لا تدعو الى الشهوه جائزه، لكن هل هي الاولى؟ الاكرم ايش؟ الاولى لا. لكن هنا شوف، دخل النبي صلى الله عليه وسلم معه بكر ومعه عمر، اين زوجك؟ قالت يستعذب لنا الماء يا رسول الله. فجلسوا حتى اتى، وممكن نقول جلسوا فين؟ في بستاني، لانه ده كان الظاهر. جاءهم لانه جاءهم بالتمر والماء الذي استعذبه، واتى لهم ثم قال اعود اليكم. فالنبي علم انه ذهب يذبح لهم اكراما للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين له انه لا ياخذ ذات الضر ويذبح، ياخذ سخله، ياخذ مثل ذلك يذبح، فذبحها وقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المنائح هكذا تاتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ايضا من ضمن الرزق عشان تعلم. ممكن الرزق لا يكون مباشرا لك، لكن الله تعالى يميل قلب احد لك ما يعتني بك. قلت لكم وانا اقرا الحديث على دكتور مسلم بن غرام الله الدوميني في الجامعه، وكانت ثيابي مهلهله وما عندي شيء واجلس، فالرجل لما استمع قال لي لا، انت لسه مكانك ليس هنا، واخذني الى بيتي. فكنت بفضل من ربي ونعمه يعني اجلس اقرا عليه وهو يعطيني التمر في فمي والقهوه،
أنا أشرب القهوة كان عم يفعل ذلك إحسانا إحسانا معي في هذا الباب، وكان أعطاني مال أيضا أمشي به، وسأقول ما هو فوق ذلك، يعني سأقول ما فوق ذلك، يعني أتى لي بمكان بجانب بيته بجانب بيتي. الله اللهم اجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم اجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم ارحمه رحمة واسعة وأكرم نزله ووسع مدخله وارض عنه يا رب العالمين، وافتح له من أبواب الجنة يا رب العالمين. كان رجلا رجلا كريما جوادا عالما حريرا، ويعني كان له أخلاقيات دمث الخلق جدا، كان هو عميد جمعة، يعني سبحان الله، الله الله يرزق ما يشاء بالعطاء. فشوف طلب العلم الآن، هو لا يعرف عنكم شيئا وأنتم تدعون له ويصغ له بفضل الله في علاه، الله يسكنه في ساحة جنات يا رب العالمين. فكان يأتيني أداني بمكان بجانب البيت بجانب بيتي بيني وبينه شارع، وكان يبعث أولاده بالأطعمة السعودية، يعني كل ما يأكل يبعث لي الطعام، والله الذي لا إله إلا هو، يعني يراعيني في الطعام وشرابه، ويقول لي بيني وبينك رحم لا أحد يعرفه إلا أنا وأنت، رحم العلم. فانظر هنا، الله جعل يميل لك، إذا كنت يميل لك قلب يعلم ما أنت فيه وما أنت عليه ويقدرك، زي كده ما الشيطان ميل قلوب البوله السفاء يدعون ملايين ومليارات على ميسي ونسي وحسي وسكواش، يعني زي ما ميل الشيطان هذه القلوب، الرحمن يميل القلوب لعبادي. لكن المسألة فيها فارقة، هؤلاء يميلون يأخذون الدنيا بأسرها، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لكن لو ميل الثاني ميل الثاني على أساس أن أنت أصلا تعلم أنك لن تضيع، ولأنه الله ما يريد أن يدخل الدنيا في قلبك، لأنه ده أدخلك الدنيا في قلبك ستنتقل مع ميسي، ستنتقل هؤلاء. الدنيا إذا تمكنت من القلب خذها بيدك كيفما شئت، لكن لو دخلت القلب أنهت المسألة. ضرتان ضرتان، إذا انتبه الأولى للواحدة والتفت لها أضاع الثاني، وهذه مسألة أعظم مما تكون في هذا الباب. فتكون المنائح منائح لمثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ترى الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت نوبة عائشة تنهال عليه العطايا والهدايا، حتى النساء ما استطاعوا أن يقبلوا ذلك، يعني جاءت زينب تقول له أرسلوا فاطمة أولا، أرسلنا فاطمة أولا، قالت أزواجك يناشدنك الله في ابنة أبي قحافة، قال تحب أباك؟ قالت نعم، قال أحب هذه، قالت فما عودت فيها مرة، انظروا ما قالت، فما عودت فيها مرة ثانية، ما فيش كلام على عائشة مرة ثانية، فما عودت فيها مرة ثانية، حتى جاءت زينب ما سكتت، فأباح نظرت إلى عين النبي صلى الله عليه وسلم، علمت أنه أباح لها الرد فأسكتتها، قالت كأنها ابتلعت لسانها، ما استطعت أن تنطق معه في هذا، لكن كانوا يتقصدون الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يضيع رجل يعمل لله فعلا، إن الله يتكفل به وبرسله. الفوائد المستنبطة: جواز إضافة الموصوف لصفته، يعني نساء الموصوف، يعني نساء المسلمات مثلها في الكتاب، أبراهيم مثلها في الكتاب، يعني نساء أتفضل، يعني نساء النبي الله، ده إضافة الموصوف لصفته، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذه إضافة الموصوف لصفته. فضل تعاهد الجيران، فضل تعاهد الجيران، المنيحة لا تكون إلا من كريم ولا يقبلها إلا كريم، المنيحة لا تكون إلا من كريم ولا يقبلها إلا كريم. تفضل يا لا، الهبة ولا الهبة هدية وزيادة، صح؟ ليه؟ لأنه الهبة، تفضل شيخ، تفضل، الهبة فيها التملك دون التدلل، أما الهدية لو أعطى هدية بتكون من الفوق، ممكن يكون من الفوق لتحت أو للقرين أو من تحت الفوق، الهبة بتكون في المساوي، والهبة أيضا يعني ما فيهاش إلفاتة على المن، ها الهدية، ما المشكلة الهدية أنه لما بيعطيك الهدية يعني بيسمي لك الهدية ويأتي يقول أحب أن أهديك، اللي أنا أقصده أنه في الهدية قد ينتوى تحتها التقرب إلى الله جل وعلا،
يعني الصدق ها في الهدية، في الهدية قد ينتوى تحتها، فدي اصلا تقربها من الصدقة اكتر منها من الهبة. الهبة لا، محضية الاكرام. ها ماشي، لا ماشي، ماشي. يعني اللي انا اقصده لا كده صحيح، لان الهدية قلت لك قد تتضمن الايش، ها تضمن الصدقة صح كده، ولانه الهبة المسبب عليها نفس الامر فيها ما فيها. فلذلك احنا قلنا بانه لو قسم المرء لنوعين ماشي، لانه بكده دخلت تحت ايه، تحت الهبة. هو ده اللي قلناه، ان الهبة هدية وزيادة. لو قلنا الهدية عام، خلينا نتكلم على اساس ما بنبصش على العموم والخصوص، بنقول الهبة هدية ماشي، لكن الهدية لا تكون هبة، وده صحيح. نوع من انواع الهدية، الهبة تكون هبة ولا ما تكونش هبة؟ تكون هبة. والنوع الثاني لا، الهبة ما تكونش هدية. يعني الهدية المسبب عليها لا تكون ايه؟ لا تكون هبة. الاولى تكون هبة، يبقى ده على ما قلناه، ان كل هبة هدية ولا عكس. لا ده دي الهبة المسبب عليها او الان الهدية المسبب عليها او الان انت بتتكلم عنها، بتتكلم عن نوع منها. هذا من الفضل، ممكن تهديني هدية ولا اهديك شيئا، ده من دي زيادة الكرم، يعني مش ملزم، لكن ده كان حال النبي انه يقبل هدية من كرمه ويسيب عليه. لذلك تقصد من تقصد ان يعطيه الهبة، ان يعطيه الهدية ايش، من اجل الإسابة، من اجل الإسابة. نعم. قبل السيرة في أسئلة ماشي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نساء المسلمات الموصوف لصفته. نعم. تفضل. ايه في عندك حاجة أنت مش النساء دول مش موصوف؟ طيب نص الحديث. ولا رفع الله قدرك. قاعدة كلية في اللغة يعني عندك. تفضل. رفع الله قدرك. أردت أن أعطي يا أخي شيئا. أيهما أفضل؟ أنتوي صدقة، هبه. كيف تتصدق على اخيك ويكون في نوع منك له، بل الانتواء الصحيح ان تتوى ان تكون هبه او هديه، او الهديه التي بمعنى الهبه، ده اكرم له. كله الى السيره غاز موته بس عم نايم. انت كنت فين؟ لما اراك من زمن هتعمل زي احمد مصطفى. احمد مصطفى هو دلوقتي الحمد لله مفيش مشاكل عنده، فايه رضي الله عنك يا احمد. مثلك لا يكون كذلك. سائلة تقول: هل الزوج غير مطالب بدفع تكاليف؟ دفع تكاليف ده بص، ده المسألة بقى جاية علي أنا إيه؟ موت. طب مش باينة الرسالة، مش باينة، أجيبها منين الرسالة دي؟ سائلة تقول: جبتوها منين؟ لو كان سؤالها هو مش ملزم بتكاليف العملية بتكاليف العلاج، نعم مش ملزم. أي سائلة تقول: هل الزوج غير مطالب بدفع تكاليف عملية جراحية لزوجته؟ نعم مش مطالب. يقول: لا اجعل أهلك يدفعون لك. نعم له ذلك، مع العلم معه مال الذي يكفي ويكفي، ويقول: أنا لست ملزما بدفع ذلك. الناس دي بتاخد عننا دروس عشان تعمل كده مع الناس. طب فين وعاشرونا بالمعروف؟ فين الله؟ الله في النساء، اتقوا الله في النساء. فحقيقة فقهيا نعم مش ملزم، فقهيا نعم مش ملزم. هي كمان مش ملزمة تخدمه، مش ملزمة تأتكي له ثياب. ليه ما بتجيش يا شيخ انت يوم الجمعة والسبت والحد؟ فينك؟ معلش مش معلش، كنت اجلس في مشاكل الناس يقولون ضربة الوش ما فيهاش معلش، ومعنى ان انت تترك المجالس دي ضربة وجه وضربة رأس وضربة قلب وضربة شمس، كل الضربات عليك انك تترك المجالس تخسرها. عامة هو يقال له اتق الله يؤمر، يقال له اتق الله ربك،
وعاشرهن بالمعروف. الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء. قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فالمروءة تمنعه إنه يقول لها روحي اذهبي لأبوكي للعملية الجراحية. يتقي، وهي أيضا ممكن تجلس في البيت رجل على رجل وتقول له لا طبخ ولا عجن ولا أي شيء، يخش يلاقي الأرجيلة في إيديها وخلاص. يقول له ما الأرجيلة دي بالمعنى اللبناني شيشة. تقول له يجي تدخل تقول له المسألة خلافية وانا باخد بالقول الثاني وما فيش، انت مالكش قول عفوا. هو يعني حقيقة الأمر انا احزن. نعم فقهيا نقول بذلك، لكن من الذي يروق له ان مرة تقول اني اذهب الى الطبيبة ولا يعتني بها ولا يعطيها؟ يعني من الذي تأتيه نفسه ومرؤته وإن امرأته تئن من المرض وهو لا يعطيها روحه، مش يعطيها ماله، يعطيها روحه. لا 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 يغلظ على الإيماء الضعافة إلا لئيم، ولا يجرح امرأة إلا لئيم، تهدهد الجبال ولا تجرح امرأة. لكن في نساء بردة، في نساء ما عندهمش يعني إلا لازم تكسر الصخرة بتاعت فرعون اللي وراها عشان هي تحس ان في شيء جاي عليها، في هوا جاي. فدي بقى ملاش حل. لكن ليس اغلب النساء كرامتهن راقية، ولذلك تهدهد الجبال اولى من تهدهد الجبال اولى من جرح امرأة او يعني الإساءة لامرأة. فطبعا اصلا هي لما تكون امامك تئن من المرض وانت تقول روح يشوف ابوك يصرف عليك، كلام صراحه. المروءة، اين المروءة؟ اين الشهامه؟ اين الرجوله؟ اين الاحسان؟ اين البر؟ اين اكمل المؤمنين ايمانا؟ اين هو؟ لكن فقهيا نعم، فقهيا هو ليس ملزما، وهي ايضا فقهيا ليست ملزمه بالخدمه ولا بالارضاع ولا بتربيه الاولاد ولا جيب لهم بقى خدام. ده البيت هيبقى نار كده. نعم. حقيقة الشيخ الديانة يعني حسن الخلق يمنع أنه يعلم أنها مريضة تحتاج. و مشكلة تانية، تعال بنحذف يا ابني واحذف هنا، علقوا لنا، قلت لهم مش لاقي بتاع علقوه، وأنا قلت ما حدش يعلق لي أي بتاع. لو حد قال لي أنت هتموت يا سناوي، طب ما تمسحه من هنا الاول عشان يتمسح من هنا. وهتلاقيه اتمسح بس جروح. مين اللي مسحه؟ مشغل جني معاه. حتى لو مسحوه من الفضل. ما انا عارف، بس هو مشغل جني بقول له اتمسح، يقول لي هتلاقيه اتمسح. لا ما تشغلش جني معاك، الله يكرمك. وبعدين احنا لسه هيدخل لنا حاجات. تعالى نجيب الشركه. هو اعانه وخير خلاص بقى الراجل. دي كرامات بقى. هتلاقيه شايله وطاير بيه في الهواء. ويقول اسنوي تفكروه على سجادة الساحرة العجوز أو سندباد. سؤال اتفضل. نعم لو قلنا نعم هذا من الأداب، قصدي من المروءات، والمروءات قد لا تكون من الواجبات. ما انت خلاص، انت لو قلت ذلك جعلتها واجبة، قلت لك دي مروءات، المروءات ليست من الواجبات. ما انا اجبتك من الصبح هذا على هذا السؤال. هو ده اللي بيتكلم فيه، وعاشرهن بالمعروف. انت عندك امر من الله جل في علاه يكتمل بناؤك ومروءتك وكمالك به. هتنزل تجيب له طعام، هينزل يجيب لها طعام، ولو نزل عمل كده هتشيله فوق الكفوف. شيخ بص، المرأة إذا حبت رجل جعلته في السماء. ما هو بقى، هو لو أحسن إليها هيعيش ملك. ما ملك المرأة تستحق تهدده كالطفل وتهدده كالصخارة كالصخور. إذا أحب أشوف أحمد خشطة، اسمع يا ابني يا حبيبي، اسمع نادي الفرحان. يعني المرأة لها لطف في التعامل ولها ذكاء في المحاورة. فإن أنت استطعت أن تصل إلى ذلك ملكت القلب، فإن ملكت القلب فأنت مكتمل عندها البناء وأنت في السماء. تكون سيد السعداء، وتكون سيد السعداء.
فإن لم تستطع مكرت بك مكرا وكادت لك كيدا فأزهقت روحك إلى السماء، خرجت وطلعت، يعني سيصلون عليك بدري بدري. لا 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 نادر قال لك لا إله إلا الله. ماجد تعال حبيبي، لما تغيبت؟ لما تأخرت؟ كان عندك دروس؟ تعورت؟ وطبعا مش ممكن تتعور وحد يسيبك كده، هم مش عارفين بقى يعني ان انت اصلا يعني في حنو عليك وعطف كبير جدا. ف وريتهم التعويره؟ شافوها؟ قل لي بس، قل لي يا نادر، ماجد ممكن يريهم ما بيه؟ التعويره بتتصور على الواتس وبتتبعت قبل الشاش، قبل الشاش، ها قبل الشاش. طب احنا دلوقتي عايزين من حضرتك شيء واحد، معلش، كيف تكون مكانة الرجل اذا احبته امرأته؟ في السماء، شو بيقول لك في السماء؟ كده خلاص يعني، ممتاز ممتاز. هو ده صحيح، ولذلك كن رفيقا، كن ذكيا، تلطف تكسب كل شيء. طبعا احنا ما بنتكلمش على المرأة الباردة، احنا اتكلمنا انه اغلب النساء فينا الخير. الحجة ما ابدا مش هيجي، لا ده عنده عقدة اصلا نفسية، هو مش ده حاجة خالص. أو نادر أقسم بالله أنه عنده عقدة نفسية، عنده. طب كيف تحل يا نادر؟ حقيقة عنده عقدة بجد، يعني السابق واللاحق ده، هو دلوقتي محطوط في مفرمة، مع أنا نفسي مش مصدق مش متصورها، يعني محطوط في مفرمة عجيبة. الله ييسر لنا ولكم. تفضل شيخ. إلى السيرة والفوائد المستنبطة من السيرة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.